هي أرض الحضارة، فبكل شبر من أرضها حجارة بتحكي عن تاريخ عريق محفور بالذاكرة ومتمركز من أهم المتاحف السورية. وضمن معرض دمشق الدولي هذا العام لابد من الإضاءة على المتاحف السورية من خلال جناح خاص بوزارة الثقافة. للحديث أكثر عن هذا الجناح بصيرنا نرحب معنا فراس دادوخ، نائب مدير شؤون المتاحف ورئيس دائرة التطوير المتحفي. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ فراس. أستاذ فراس، بالبداية وحابين نعرف رأيك اليوم بأهمية عودة معرض دمشق الدولي. هلا بالبداية بشكركم على الاستضافة اللطيفة اللي حضرتكم كرمتوني فيها. الحقيقة أنه وجودنا بهالمعرض بهاللحظات شيء مسر جدا. المعرض أقلع بعد 6 سنوات من التوقف، وكانت قرار حكيم جدا أنه يقلع. هي إن شاء الله بقدرة أمل لاستعادة دور مديرية المعارض واستعادة دور هالمرفق الكبير في إحياء الحياة الاقتصادية وتنشيطها والترويج إلى إن شاء الله. ويمكن هو بوابة يمكن لعودة السياحة إلى سوريا، وهذا مهم جدا يمكن بيدعم وزارة طبيعي. الثقافة لنسلط الضوء يمكن على أهم المواقع الأثرية الموجودة في سوريا. خلينا نحكي عن الجناح، شو يمكن أهم التفاصيل الموجودة فيه؟ شو هي المشاركة هي السنة؟ في أستاذتنا نحن خلال مشاركتنا بهي الفعالية خصصنا بجناح لطيف جدا بمساحه حوالي مسقطيه بشي 150 متر، وقامت وزاره الثقافه بعرض النشاطات والفعاليات من خلال المديريات التابعه الى ضمن هذا الجناح، ومنه المديريه العامه للاثار والمتاحف اللي نحن بننتسب لها قدمت فيها جزء من رؤيتها للمستقبل فيما يتعلق بالاثار والمتاحف. لكن استاذ فراس، كيف رح يتم الاضاءه على المتاحف والمواقع الاثريه من خلال مشاركتكم بهالمعرض؟ هلا حاليا نحن بالمعرض متوجهين لعرض جزء من اضرار اللي اصابت المواقع والمتاحف، وشو هي خطه المديريه من اجل استعادتها وترميمها والحفاظ عليها وصيانتها للمستقبل، وهذا هو العمود الفقري لشغل الاثار والمتاحف كمديريه ككادر عمل. في شيء بعد التحف الاثريه يلي تم ترميمها ممكن تنعرض ايضا بهالمعرض؟ هلا بهالمعرض متوجهين لعرض العرض على بوسترات عملاقه، ان شاء الله يعني بيكون لنا انه نستضيفكم حتى جزء من الفعل ضمن المعرض. المعرض جميل وصار فيه ديزاين جميل، وتم التحكم بمسارات الحركه وتوظيف المساحات للفعاليات، بس قطع اثريه غير موجود بالمعرض. الحين بتوجهين لعرض بوسترات. طيب خلال فتره المعرض يعني عندنا 10 ايام، خلينا نحكي برنامج جناح لوزاره الثقافه، كيف راح يكون؟ شو راح يتضمن؟ هلا هو نحط خطه عمل عباره عن مسار للحركه، مدخل ومخرج، ومجموعه فعاليات اللي هي فعاليات المديريه التابعه لوزاره الثقافه اللي منها الفنون التشكيليه، المديريه العامه للاثار المتاحف، هيئه الكتاب، مديرية المسارح والموسيقى، والمؤسسة العامة للسينما. وضمنها هي كل مديرية قدمت مجموعة النشاطات اللي هي ما توقفت حتى بالأزمة واللي كانت تقدمها، إضافة إلى النشاط الحديث اللي هلأ معنية هي فيه. يعني حضرتكم عفواً كمديرية الأثار والمتاحف، اليوم شو دوركم بهالمعرض؟ خاصة أكيد رح يشهد زوار لهالمعرض من المغتربين. تمام. هلأ بشكل عام نحن الشريحة المستهدفة هي الشريحة العامة من الناس، ومشان هيك ملطفين كثير نوع الخطاب اللي مأرسلينه. المعرض هو اللي حاليا مشاركتنا فيه هي رسالة انه مديرية العامة للآثار والمتواقف مثل المتاحف مثل ما هي بشكل عام وظيفتها دائما وابدا تقوم بهذه العمل، هو الحفاظ على المواقع، ترميمها، استعادتها، التدخل عليها، وإضافة الى دمجها وإعادة نشاطها ودخول الناس اليها وارتيادها. يمكن في ظل الأزمة من أكثر القطاعات تضررا هو قطاع السياحة، يعني خلينا نحكي هيدا المعرض قديش مهم لعودة السياحة وتنشيطها للبلد، مهم ليعرف الناس على أهم المواقع الأثرية. سوريا مثل ما بيعرف كتار هي بتمتلك مواقع أثرية مهمة جدا، مو على مستوى الوطن العربي فقط، على مستوى العالم إذا فينا نحكي. هو بشكل عام المعرض كمكان أو كحدث هو بيسموه نقاط عالية الاستقطاب للزوار، فانت مهمتك بهي اللحظات انه تقدم رساله لهي الناس، لانه رساله بتوصل لشريحه عاليه وكبيره من الزوار، وهي فعاليه مهمه لعملك او لمنتجك. نحن كوزاره ثقافه متوجهين لهي الشريحه من الناس العاليه نقدم لها رساله انه نحن كوزاره ثقافه ما وقفنا ابدا. هون لازم يكون في تشاركيه بين وزاره السياحه ووزاره الثقافه، يعني وهي موجوده التشاركيه موجوده ومعكوسه حتى وزاره الاقتصاد مع بعض. المكان الجميل يعني موجود هذا الحكي وموجود هي العلاقه بين هالوزارات، ومثل ما شايفين المعرض معرض ناجح بكل المقاييس،
انا زرت متاحف ومعارض عاليه جدا ومهمه جدا بدبي وباليابان، ما بظن انه هذا اقل منهم ابدا ابدا. استاذ فراس، وقتها اخبرتوا انه راح يتم مع عوده معرض دمشق الدولي وانتم راح تشاركوا فيه، قديش حسيتوا انه صار عندكم بوابه يمكن لتعرضوا كل شيء بيتعلق بمديريه الاثار والمتاحف يلي اشياء يمكن بالاحوال العاديه انتم ما فيكم تسلطوا الضوء عليها؟ هلا هو كونه مثل ما حكينا انه نسبه زياره عاليه جدا راح تكون، فهي مناسبه ايضا لنوجه رساله من خلال عملنا ونطمن الناس ان مواقعنا على الرغم من انه فيها اضرار ومتاحفنا على الرغم من انه فيها اضرار، بس الحمد لله انه ككادر نحن قادرين على استعاده هذه المناطق ترميما، حفاظ عليها صيانتها واضافه الى اعاده تفعيل نشاطها القديم. يعني هي اهم رساله هي متوجهتها كاداره وكوزاره. ويمكن خلال فتره الازمه مثل ما ذكرت في كثير من المواقع الاثريه والمتاحف تضررت، خلينا نحكي عن اعاده ترميم هي الاثار، اعاده ترميم هي المتاحف، شو هو البرنامج اللي عم تضعه الوزاره؟ قديش فعليا تم تنفيذه على الارض؟ هلا هو من بدايه الازمه اداره المديريه العامه لشؤون المتاحف اوفدت كثير من العاملين الى الخارج، درسوا اداره المرافق بالازمات والتدخل بحالات الطوارئ، هذا هو اساس شغلنا. حاليا كثير من الموفدين عم يطبقوا هي البرامج اللي اخذوها ودربوها بالخارج على المواقع، لانه صارت مباشره بعد العمل النظري اللي اخذناه صار في عملي بالميدان. التدخل على المواقع تم ولا سيما بمحافظه حلب، عمليه اسعاف الطارئ والتوثيق المباشر وبعد اعداد خطط فنيه ومدنيه من اجل استعادتها وترميمها. هلا عم يتم اعاده اعمار بعض الاجزاء المدمره من قبل المجموعات الارهابيه المسلحه، لكن كيف عم يتم الترويج لهالقطع الاثريه هي انه رجعت يعني شبه طبيعيه وايضا رجعت يمكن على حالها؟ هلا استاذنا بشكل عام متاحفنا ما وقفت، يعني صار فيها اجراءات احترازيه هي ضبط مجموعه من القطع النفيسه وتامينها، بس المتاحف كوظيفه ظلت مستمره بوظيفتها. اذا انت حضرتكم زرتونا بالمتحف الوطني شفتي انه المتحف مفتوح دائما للزوار حتى بايام الاعطال وبايام المناسبات. المتاحف كمتاحف او كرساله ما وقفت، بس طبعا في اجراءات احترازيه نتيجه انه احنا مو باحسن احوالنا الامنيه فتم بدها، بس الحمد لله الانفراج اللي صاير هلا بهذا الوقت عم يخلينا نؤمن انه لازم اعاده عرض هي القطع واعاده تقديمها للجمهور من جديد. يعني يمكن من اهم الاجراءات والخطط اللي وضعتها وزاره الثقافه هو يمكن توثيق الاثار اللامادي، يمكن هي من اهم البرامج اللي وضعتها وزاره الثقافه خصوصا لتعريف الناس على بعض الاماكن الاثريه اللي يمكن خسرنا جزء منها خلال الحرب. خلينا نحكي عن هي الخطه، قديش مهم فعلا نوثق الاثار، توثيق الاثار اللامادي قديش فعلا يمكن لقدام بيفيدنا؟ طبعا هي الامه مو تراثها فقط تراث مادي اللي هي حجره، في تراث موروث هو وهذا مهم كثير، وفي مديريات كامله ودوائر كامله بمديريه الاثار والمتاحف تعني بالعنايه بهذا الموضوع والاهتمام فيه. طبعا الشعوب مو هي مجرد حجاره، الشعوب هي تاريخ وماضي وهي مجموعه من العوامل والمحددات، مهتمين فيه وهذا الموضوع ماشيين فيه بمديريه الاثار توثيقا وبحثا. كاميرا الإخبارية دائما كانت عم تكون موجودة ضمن المعرض واستعدادات جميع المؤسسات المشاركة بالمعرض، كيف كانت استعداداتكم اليوم؟ والله اليوم يعني بشكل عام احنا خلال الشهر الماضي بالكامل كنا بشبه يومي متواجدين بالمكان، طبعا مدينة المعارض يعني وانتم اكيد كنتوا معنا بهي التغطية، شفتي عم تتراكم الاضافات عليها لحتى طالعة بهذا المنظر، فنحن سعيدين انه حضرنا يوميا التغييرات اللي عم تصير وحتى بجناحنا نحن حضرنا يوميا التغييرات اللي عم تصير لحتى المنتج النهائي اللي ان شاء الله بنشوفه سوا يعني ويشوفوه الزوار ان شاء الله اليوم الساعه 5 ان شاء الله. خلينا نحكي عن الخطط القادمه بعد معرض دمشق الدولي، هناك خطط لوزاره الثقافه، خلينا نحكي عنها. هلا نحن خليني يعني بشكل عام وزاره الثقافه رسالتها مستمره ودائمه، وحتى خلال الازمه كل مديرياتها الانشطه ما وقفت بالمديريات، بالعكس فينا نقول خلال الازمه زادت، كان في نشاطات وفعاليات بشكل مستمر لتعزيز الدور الثقافي، لانه الدور الثقافي شهد انه له تاثير وله اضافه، ودائما في رساله بالازمات انه لازم نطمن الناس، نحن حتى ضمن الازمه قادرين انه نقلع من جديد، قادرين انه نستعيد نشاطنا من جديد، نحن مو قاعدين عم ننتظر مفاعيل الازمه، نحن تغلبنا عليها ان شاء الله وانطلقنا من جديد للامام. هلا في جهود كثير كبيرة عم تبذلوها أيضا كمديرية المتاحف، اليوم هالجهود شو متأملين منها تطلع نتيجتها بالمعرض؟ نحن إن شاء الله المعرض هو مثل ما حكينا هو رسالة، بس هي دائما رسالتنا نحن مستمرة، نحن هلا قدمنا للجمهور شو
التطمين انه المواقع الاثريه صح اصابها بعض الاضرار، بس احنا بجهود المديريه وكوادرها سواء منفردين او كشراكات مع اخرين، مجتمع محلي او هيئات دوليه، يونسكو، الاغا خان او جي تي زد او اي منظمه عالميه ثانيه، قادرين أن نستعيد هالمواقع نرجع ندمجها ونفعل وظيفتها القديمة. ويمكن شهدنا خلال الأزمة أو خلال الحرب تشاركية كتير كبيرة إن كان من جميع القطاعات أو المؤسسات أو المجتمع الأهلي، خلينا نحكي عن هاي التشاركية قديش مهمة. يمكن في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها لازم يكون في دعم وجهود مبذولة مشتركة. نحن بشكل عام أستاذ الآثار بشكل عام هي مو جهود خاصة بمديرية الآثار والمتاحف فقط، الآثار هي عمل أو بيحتاج لجهد مجتمعي كبير، وهذا الجهد المجتمعي كبير بتلاحظي انه في مواقع كثيره تم حمايتها من الاهالي، ما تم حمايتها من الدوله، الاخبار عنها من الاهالي، الحفاظ عليها من الاهالي، اضافه الى انه في تشاركيه عاليه مع جهات امنيه او مجتمعيه كثير، اما التامين للقطع نقله، يعني ما فينا ننكر انه احنا بس الوحيدين بمجال الحفاظ على القطع الاثريه، كان في وزاره الداخليه، القوى الامنيه بمجتمع، حتى اناس عاديين وبسطاء كان لهم مساهمات في الحفاظ على موروثنا الاثري، الحمد لله. استاذ فراس، بما انه حضرتك رئيس دائره التطوير المتحفي اليوم، كيف عم يتم هالتطوير؟ لا الحمد لله نحن كدائره محدثه من 2005، كان في زملاء سابقين لي بهي الدائره، الدائره حاليا باحسن احوالها باعتبار المعارض والفعاليات عم تتراكم، هلا خلال هي السنه هي الفعاليه الثانيه اللي بنعملها، وفي فعاليه ثالثه بحلب ان شاء الله كمان بنلتقي فيها، متوجهه انه فيما يختص بالمعارض، تنظيم المعارض، وده ان شاء الله بتشوفوا منعكس هذا الحكي بجناحنا ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق، وبدنا نشكركم على جهود يمكن المبذوله اللي عم تقوموا فيها، في جهود كثير كبيره مضاعفه عم تقوم فيها وزاره اليوم رح تتكلل. اكيد شكرا ان شاء الله. نحن نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق بمشاركتكم بهالمعرض. شكرا كثير لك الاستاذ فراس دادوخ، مدير نائب مدير شؤون المتاحف ورئيس دائره التطوير المتحفي. شكرا لك. شكرا لك استاذ. اما هلا